الراجل بعد كيدير راه كاين اللي كتدخل عنده لدار وكتدخل عنده لدار تبارك الله ومسير الحاله ويلي ويلي والمراه تفرح بك مرحبا بك سيدي زعما دير بحال المحل ديالك خذ راحتك والله انت صديق ديال الراجل ديالي سيدي مرحبا بك ندير لك الماء السخون توصل رجليك ولا تبغي تستريح ولا تمشي للدوش ولا قول ما تحشمش راه دارك هذه بنت الخير شي بحال المسخوطه يجي عندك الضيف وهي تعرف المراه عمر شي عشامات عشينا عاقلي ديما شي داخل وشي خارج حنا عندنا بويا عمر اخ ويجي يديهم خاوي لا نعناع لا اللي جات مولاتات في فيهات لا يجي طويل تا وجهه ما يحشم وكتسمع للضيف قاعد تحليك الارض دخل ليها وراجلها تا هو يدفع لك شي خيزو بالمعلقه جر جر خيزو تا هو 90 ريال قول 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 خيزو 90 غالي شتي هاد العشاده والله كون عرفتي شحال طالع ما تحط في يدك كون تحل الارض دخل ليها باش جي عنده كاع يا دي ويت بوانكا دروك الانسان كيقول لك اسيدي انا شحال داز عليا تاع المحين انا كان سمع فيا تقول هذا الراجل شحال دازو عليا تاع المحين انا كنت مبلي بالتفاح وبوعويد كنت مبلي بيه بوعويده والتفاح والعصير وما شلحتو بالقارو الحمد لله دروك التفاح ما ناكلو غير القارو الحمد لله انت الحمد لله خوك يشلوبي صحيح كروي بغلطة كرويلة كرم الله جميعا تهلا فراسك اسمع 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 ربي لما تهلا لي فراسك تكون اشرب وتمتع ودوزها في الايام ها وكل فنين طراف تفرش شوية وتبشر وضحك مع اولادك ما كاينش كيعجبني انا قلت لك يضحك مع اولاده ديما يضحك مع المرأة يدخل للدار راه شقى عليه والمرأة وهو راه ما يتهر ما والو غاكي يضحك مع ولادك لا نعيمة البراد 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 هذيك الجميله بعد كيف قال لك واش تي واش شي نجيك من الملقوط المراه بعد ضحك هو طال لي الدم قعد الارض جري لي صباي كي ولينا قد قد ياك والدي ربع دراري دروك نقسموهم دروك انتي دي نتوات انا انتي الذكوره قالت لي البيت تاع الدجاج خرجت ترى ولاد قال وقصد ديور الكبار قصد الناس الكبار وتبع الرجال يعلموك تار جليد ترى كذا ودير حانوت دير حانوت تاطب وحلف قوة الكريدي اللي كتب قدامها ممنوع تلقوا الرزق على الله اش بيطلق ودنيك ياك بقى غالكارتون بقى يدور فيها اش كيقول كنت درت في الاول غاس صباغه دير فيها قنب وعلق راسك خش راسك الفلوس راه كتجمع بالريال راه كاين دروك اللي يحقر ذاك الريال الصغيور غيبقى في جيبو يلوحو اش بين ندير بيه مشات 4000 مات لا ريال صباح في جيبي شتي هذاك الريال راه هو بوات فلوس هذاك الريال راه هو الوالد تاع الفلوس اش كيقولوا له 10000 ريال خلي 50000 فراك حنا نقولها بالدارجه 10000 ريال راه هو المدير تاع الفلوس 30000 ريال 40000 ريال ديما هو 100000 ريال راه ال 100000 الا خص هذاك الرويل الصغير ما كتبقاش 100000 كتولي 999 999 ريال شوفها فين زربح الرويلية شتي فين شتتها ها تقول دابا كنا نجمعو واسيدي لا المرأة ما عارفه والو والله لا عاد كذا المرأة هي اللي مسيرة الدار الوليدات وتصبر لك الحويجات والدار والدار بلا مرأة خالية وراه اللي يذبح الضحية لراسو ناقص مطار جليب ها عاقز راجل شاري حوالي 90000 ريال وهو يتسنى اللي يذبح ليه الناس كاع عيدوا والناس كلاو الشواء والدري معلقين عينيهم فيه والحولي واقف والمرا تطلب فيه يا دي ويلد بوانكار شو مالك هادشي درتي نغصتينا في هاد العواشير ويلي فين مشى الطار جليط وذبح الحولي كي راه بين ذبحوني راه كيشوف فيا
تبي تمشي فيه.